السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت 21 من شهر أغسطس 2021، أهم أخبار ألمانيا. قبل أن نبدأ الأخبار أصدقائي، عدد كبير من الأصدقاء يسألونني دائما تحت وأسفل كل فيديو بالتعليقات: مارو، هل أخذت اللقاح؟ مارو، ما هو نوع اللقاح الذي أخذت؟ مارو، لماذا لم تلقح نفسك؟ مارو، احكي لنا، نريد أن نعرف. بطبيعة الحال أصدقائي، بكل فرح وبكل سرور سوف أجيبكم على هذا السؤال، لأننا عائلة واحدة وكلنا إخوة وكلنا واحد، ومن الطبيعي ومن الضروري بعد هذه السنوات التي تجمعنا أصدقائي. هناك من يتابع القناة منذ 11 سنة، هناك من يتابع القناة منذ 5 سنوات، هناك من يتابع القناة 3 سنوات، هناك من هو جديد، يعني أصبحنا عائلة واحدة. وسوف أخبركم أصدقائي بالأمر. أصدقائي، أنا سبق لي للأسف أن أصبت بكورونا. نعم أصدقائي، سبق لي أن أصبت بكورونا ومرضت فيها، والحمد لله شفيت منها. لذلك، ونعرف أصدقائي بأن القانون في ألمانيا يقول بأن الناس الذين أصيبوا بكورونا وشفيوا من كورونا يكون عندهم مدة 6 أشهر هوية الشفاء. هذه الهوية الشفاء مدتها 6 أشهر، ولا يحتاج الشخص لمدة 6 أشهر أن يأخذ اللقاح أصدقائي. وهذا هو السبب لماذا أنا غير ملقح، لأني للأسف أصبت بكورونا. كيف هي الإصابة وكيف تمرت الإصابة؟ هناك أصدقائي 3 أنواع، الإصابة هي 3 أنواع. هناك ناس يصابون بكورونا لا يحسون بشيء أبدا، يذهبون، يخرجون، يعملون رياضة، أي شيء يعملونه لا يحسون أصلا بأنهم أصيبوا بالمرض، ويشفون بسرعة دون أي أعراض. وهناك النوع الثاني الذي إن أنتمي له أنا وحصل معي، النوع الناس الذين يصابون ومرضت فيها أصدقائي. والنوع الثاني الناس يمرضون بين 3 أيام إلى 10 أيام، تكون هناك حرارة، تكون هناك سخونة، يكون هناك صداع رأس قوي، يكون هناك الحلق، الأنف مغلوق، الصدر، الواحد يرتجف، مرة تحس بالبرد، مرة تحس بالحرارة، حاسة الشم تذهب، حاسة التذوق تذهب، العقل يعني هكذا دايخ، الجسم يرتعد، لا تستطيع أن تتحرك، آلام في كل شيء، آلام في البطن، في الصدر، في الأكتاف، يعني مرض حقيقي مثل ضربة برد قوية أو إنفلونزا قوية. بعد مدة الواحد يعالج في البيت، وبعد مدة الحمد لله الواحد يشفى ويخرج منها بالسلامة. وهناك النوع الثالث والخطير، الذي إذا أصيب شخص بها يمكن أن ينقل إلى المستشفى، ينقطع عن الشخص التنفس وتصبح حالته خطيرة، ويدخل الشخص إلى غرفة الإنعاش، وهنا الشخص وحظه وسرعة العلاج. هناك ناس يتمكنون في غرفة الإنعاش من العلاج، وهناك ناس بطبيعة الحال للأسف يفقدون حياتهم. فالإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى شخص، وهي حدود. هناك مجموعة من الناس لا يحسون بشيء، هناك المجموعة الثانية مثلي يمرضون مثل ضربة برد قوية يصاب فيها ويبقى فيها في البيت، وهناك من يعالج بالمستشفى. المهم أصدقائي، نعرف بأنه من أصيب ومن قام بعمل أنميلدونج، يعني أخبر، عندما يصاب الشخص يجب أن يخبر جيزوند هايتس أمت، مركز وزارة الصحة، ويأتون إما عنده إلى البيت أو يطلبون الشخص القدوم إلى مكان معين، ويعملون بيت سي إير إما بالفم أو بالأنف، وبعد ذلك تأتي الشخص ورقة رسمية من عند الدولة، من عند وزارة الصحة: ابقى بالحجر الصحي مدة معينة كذا وكذا. وعندما يشفى الشخص يعملون له فحصا آخر، وتأتي ورقة أخرى بالسماح بالخروج. هذه هي هوية الشفاء. من يعمل هذا الأمر فهو عنده هوية الشفاء مدتها 6 أشهر، ولا يحتاج إلى أخذ اللقاح، وهوية الشفاء يمكن أن يسافر بها ويعمل بها ما يشاء أصدقائي. هذا من هذه الناحية، كي تعرفوا لماذا أنا
من هذه الناحية. لذلك أنا لم أكن أجيب على هذا التعليق، لأنه كنت أخليه أقول أوكي، أحتاج إلى فيديو كي أشرح لكم الأمر. أصدقائي، ماذا عن اللقاح؟ كثير من الأصدقاء يتكلمون، أعطينا رأيك مارو، نحن نثق فيك، شكرا لكم وشكرا للثقة. لكن مسألة التلقيح يجب أن نتعامل معها بفكر عدم الضغط على الإنسان وعدم الإجبار. أنا ضد الإجبار. كيف ذلك؟ الشخص والإنسان الذي يؤمن باللقاح ويرغب باللقاح ويحتاج إلى اللقاح ويرى أن اللقاح نعمة وأن اللقاح يمنح مناعة، يجب إعطاء الناس الفرصة كي يتلقحوا وكي يحصلون على اللقاح، ويتم الإصرار بأن يأخذوا اللقاح من أجل سلامتهم ومن أجل صحتهم. يتم الإصرار وأن يأخذوا اللقاح. وأنا أيضا أتفهم الناس الذين يقولون ألا لا أريد اللقاح، أنا لا أؤمن اللقاح. لا يجب علينا الضغط نهائيا وأبدا على أي شخص يرفض اللقاح، ويجب علينا أن ندع الناس التي لا ترغب باللقاح، أن ندعهم وشأنهم، ولا نتدخل فيهم ولا نملي عليهم شيئا ولا نعمل عليهم ضغوط. يعني أنا أصدقائي من الناس الذين يكرهون الإجبار، أكره أن يجبر الشخص الذي يرغب باللقاح أن يجبر على أن لا يلقح، وأرفض أن يجبر الشخص الذي لا يرغب باللقاح على أن يلقح. لا للإجبار، نعم للتفهم، ونعم لاحترام الآخر. أصدقائي، من يرغب بالتلقيح أتمنى أن يتم إسراع حصول الأشخاص على اللقاح، ومن يرفض اللقاح لا يجب علينا أن نجبرهم. وهناك نوع ثالث، هم الناس الذين عندهم بعض الأسئلة، ناس خايفين من الأعراض الجانبية، ناس يرغبون الانتظار، يجب أيضا السماع لهم والإجابة على أسئلتهم وإعطائهم الوقت الكافي، إما من أجل الاقتناع أو يرفضون الأمر ونحترم الأمر. المهم أن نتعايش في سلام، أن نحترم بعضنا البعض، أن نتكلم مع بعض، وأن نحافظ على التوعية. غسل اليد بشكل دائم، فتح الشبابيك بشكل دائم، لبس الكمامة بشكل دائم، واحترام التباعد الاجتماعي. ونتمنى أن ينتهي هذا الوباء. أنا أصبت به أصدقائي وأخبركم به، أنا ضد الإجبار. من يرغب بالتلقيح يجب أن يحصل على اللقاح، ولا نقول له شيئا. من لا يرغب بالتلقيح يجب أن نتفهمه ولا نقول له شيئا، ولا واحد نملي عليه شيئا. هذا ما رأيي أنا في هذه المسألة، ونتمنى السلامة للجميع. دعونا الآن نمر إلى الأخبار. أصدقائي، سجلت في 24 ساعة الأخيرة 8092 حالة، وتوفي 17 شخصا، وعدد الأشخاص الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 51.6. عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح هو 48,860,871، أي معدل 58.8% من سكان ألمانيا. التقت يوم أمس السيدة ميركل بالرئيس الروسي بوتين، وكانت هذه آخر زيارة تقوم بها السيدة ميركل إلى روسيا كمستشارة لألمانيا. استقبلها الرئيس الروسي كالعادة بالترحاب، وقدم لها باقة من الورد. ناقشت السيدة ميركل مع الرئيس الروسي قضايا متعددة، مثل قضية أفغانستان والقضية السورية وقضية المعارض الروسي نافالني المعتقل في السجون الروسية، وطلبت منه السيدة ميركل إطلاق سراح نافالني. بعد اللقاء الذي دام 3 ساعات، قال الرئيس الروسي أنه يقدر السيدة ميركل بشكل كبير، لكن الصحافة الألمانية انتقدت السيدة ميركل بشكل كبير بسبب أن السيدة ميركل طيلة هذه السنوات لم تعمل الشيء الكبير في قضايا متعددة، مثل القضية الأوكرانية، قضية شبه جزيرة القرم. وأيضا تكلموا وانتقدوا السيدة ميركل بخصوص القضية السورية. أصدقائي، قالت الصحافة الألمانية أن السيدة ميركل لم تتمكن من منع الرئيس الروسي من إرسال جيشه إلى سوريا، ولم تتمكن من عمل شيء بخصوص القصف الذي تعرضت له مناطق كثيرة في سوريا من طرف الجيش الروسي، وأيضا تدمير مستشفيات متعددة وبنية تحتية في سوريا، كما قالت الصحافة الألمانية.
أصدقائي. وأيضا طلبت السيدة ميركل يوم أمس من الرئيس الروسي الدعم والمساعدة بخصوص إنقاذ وإخراج الأفغان الذين كانوا يتعاونون مع الجيش الألماني طيلة 20 سنة الماضية، والذين لا يستطيعون الآن التوجه إلى مطار كابول العاصمة الأفغانية. وطلبت السيدة ميركل من الرئيس الروسي دعمه في إخراجهم وإقناع حركة طالبان بعدم التعرض لهم بسوء. وأيضا أصدقائي، أعلنت ألمانيا أنها سوف تقدم مساعدة عاجلة إلى الشعب الأفغاني خصوصا اللاجئين منهم. مقدار هذه المساعدة هي 100 مليون يورو، وأكدت ألمانيا أن هذا المبلغ سوف يخصص لشراء الدواء وشراء الأغذية واللباس والغطاء. وقالت الحكومة الألمانية أن هذه المساعدة لن تصل إلى حركة طالبان نهائيا، وأن هذه 100 مليون يورو سوف تخصص وتعطى إلى المنظمات الإنسانية فقط داخل أفغانستان، وتقدم إلى اللاجئين الأفغان أو إلى الدول المجاورة التي يتواجد فيها الأفغان الهاربين من حركة طالبان. أصدقائي، تعرضت امرأة محجبة في مدينة برلين منطقة برلين شباندو إلى الاعتداء من أحد الجبناء العنصريين. المرأة المحجبة 39 سنة كانت تتواجد بالبنهوف محطة القطار، وجاء العنصري وقام باستفزازها وقام بضربها بدراجته، فقالت له توقف عن هذا الأمر، وبعدها أزال لها حجابها وبدأ يركلها ويصفعها ويلكمها وهرب الجبان. أخذت المرأة للمستشفى وتتم الآن معالجتها، والشرطة تقوم الآن بالبحث عنه وتحقق في الأمر من أجل إلقاء القبض على هذا الجبان المجرم الذي اعتدى على هذه المرأة. أصدقائي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونصيحة أصدقائي إلى كل النساء، أرجوكن تعلموا رياضة الدفاع عن النفس، تستعملونها وسوف تحتاجونها عندما يأتي عنصري جبان يرغب بالاعتداء عليكم عليكن. إذا كان في يدكم رياضة للدفاع على النفس سوف تلقنونه درسا لن ينساه، وبعد ذلك تمسكونه وتتصلون بالشرطة لتأخذه ويلقى جزاءه في السجن ومحاكمة. أصدقائي، فأرجوكم علموا بناتكم وأبناءكم رياضة الدفاع عن النفس، لا نستعملها فقط إلا للدفاع عن النفس أصدقائي، والشرطة تأتي وتأخذ ذاك الشخص مباشرة إلى المستشفى، إلى السجن للعقاب أيضا. يعني نحن لا نعتدي على أحد، لكن رياضة الدفاع عن النفس مهمة. أنتم تلاحظون بدأ يكثر الجبناء العنصريون. سننتقل الآن إلى موضوع آخر. بدأت الحملة الانتخابية في ألمانيا، وفي جنوب غرب ألمانيا كان وزير الصحة يقوم بحملة انتخابية بالقرب من مدينة تيوبينغن التي توجد بمقاطعة بادن فيوتنبرغ، وبعدها كان في سيارته وتعرض له أحد الأشخاص ورماه بالبيض. تم إلقاء القبض على هذا الرجل 37 سنة ويتم التحقيق معه أصدقائي. وزير الصحة كثيرا ما يتعرض إلى الانتقادات من عند معارضي قوانين كورونا أصدقائي. سوف نمر أيضا إلى موضوع آخر. نعم، هو هنا. شخص في البرازيل مدمن على أخذ اللقاح، حصل 5 مرات على 5 جرعات أصدقائي، ويرغب بالجرعة السادسة. لم يتمكن أحد من معرفة هذا الأمر سوى مؤخرا، ولا تعرف الأسباب لماذا يقوم هذا الشخص بهذا الأمر. في البداية سبق له أن حصل على جرعتين من لقاح بايونتيك وبفايزر، وعلى ما يبدو لم يكفيه هذا الأمر، وكان يظن كلما نوع باللقاحات كلما زادت الحماية ضد الإصابة أصدقائي. فذهب إلى مركز صحي آخر وحصل على جرعتين من اللقاح الصيني كورونا فاك، لم يكفيه هذا الأمر، فتوجه إلى مركز صحي آخر وحصل على جرعة من لقاح أسترازينيكا، لم يكفيه هذا الأمر، سجل نفسه للحصول على لقاح آخر للمرة السادسة. فهنا عرفوا بالأمر أصدقائي
نتمنى السلامة للجميع. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم والسلام عليكم، إلى اللقاء.